السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابي الأعزاء. درسنا اليوم في مادة الحساب العلاجي، مستوى مبتدئ، نشاط الدرس الأول. الهدف من هذا التمرين أن يسمي التلميذ الأشكال الهندسية. هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. سنقوم بحل السطر الثاني على نمط السطر الأول لنشاهد ما هو الشكل المفقود. انظر معي هنا، إنها دائرة. ما الشكل الذي يقابلها في السطر الثاني؟ دائرة، أحسنت. وهذا مثلث. ما الشكل الذي يقابله في السطر الثاني؟ أحسنت، مثلث. وهنا دائرة، ماذا يقابلها أيضا؟ دائرة، أحسنت. أما هنا مثلث ويقابله أيضا مثلث. هنا دائرة، ماذا يقابلها؟ دائرة. وهذا مثلث، ماذا يقابله؟ أحسنت، مثلث. في السطر الثاني يوجد لدينا دائرة، ماذا يجب أن يكون في السطر الأول؟ يجب أن يكون دائرة، لأن كل شكل يقابله شكل مثله. ممتاز، أحسنت. سنقوم برسم الدائرة سوياً. والآن لدينا مجموعة من الأشكال الهندسية، وهناك بعض الأشكال المفقودة. لنملأ الفراغات بها. هيا نبدأ. هنا لدينا مربع، وهنا مثلث، وهذا مربع، وهذا مثلث، هنا أيضا مربع، وهنا مثلث. ما الشكل الذي يجب أن يكون هنا؟ يجب أن يكون هنا مربع. ممتاز، أحسنت. سنقوم برسم المربع سويا. في السطر الثاني يوجد لدينا شكلان آخران، هما الدائرة والمثلث. لنشاهد ماذا يجب أن نضع في الفراغ. دائرة، وهنا مثلث، هنا دائرة، وهنا مثلث. ماذا يجب أن نضع هنا؟ يجب أن نضع دائرة. ممتاز، سنقوم برسم الدائرة. لنتابع، هنا مثلث، وهذه دائرة، ويوجد لدينا فراغ. ماذا يجب أن يكون في داخله؟ يجب أن نضع مثلث ودائرة بجانب بعضهما. ممتاز، أحسنت. سنتابع. وينتهي السطر في مثلث. السطر الثالث، لدينا دائرة، مثلث، دائرة، مثلث. ماذا يجب أن يكون هنا؟ يجب أن نضع دائرة. ممتاز، أحسنت. سنقوم برسمها. لينتهي السطر في المثلث. في السطر الأخير يوجد لدينا كل شكلان متشابهان بجانب بعضهما. هنا دائرتان، وهنا مثلثان، وهنا دائرتان، وهنا مثلثان. ماذا يجب أن يكون في آخر فراغ؟ ما هما الشكلان؟ دائرتان. يجب أن نرسم دائرتان بجانب بعضهما. ممتاز، أحسنت.
سنقوم برسمهما.